ايوه افكار هنا صح. هذه الزراعة اول التقليدية شيء لمحصول الحبحب اول شيء الري بالغمر. كده طريقة السواقي يعني هنا الري اول بالغمر نقطه مقارنة بالطريقة الحديثة، شبكات الري والشاش الزراعي للبطيخ. محصول البطيخ طبعا هنا زارعينه بالتقنيات الحديثة، شبكة ري وملش وشاش أقواس. فوائد الشاش يعني تحمي النباتات من الحشرات، من الظروف القوية الغير مناسبة، توفر درجة الحرارة، توفر نسبة التظليل بنسبة 15 تقريبا في المية، توفر من رش المبيدات 30%. مدة الشاش، مدة التغطية 40 إلى 45 يوم، بعدين يتم إزالة الشاش. هنا بدون شاش، نصف الحقل الآخر بدون شاش، بينما النصف الثاني بالشاش. مقارنة بالزراعة البطيخ بالري بالغمر، وإن شاء الله فيديو آخر في نهاية الموسم سنوضح النتائج.